السؤال الأخير واحتمال ما يبقاش الأخير، على حسب، هنشوف. دينا خالد وهنشوف السؤال الرابع لجامعة طنطا، وموضوع السؤال إيه؟ لفة كاملة يا دينا. رياضة، تمام. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين إن شاء الله. سؤال بتلاتين نقطة، لو الإجابة صح ألف مبروك لجامعة طنطا، لو الإجابة غلط في فرصة عند جامعة حورس إن هي تجاوب. قبل ما أسأل السؤال عايز أحيي جامعتين بجد، على أدائهم في البطولة. للأسف الشديد في جامعة هتودع البطولة، يا ترى جامعة حورس ولا جامعة طنطا؟ واحتمال السؤال الأخير ما تجاوبش، محدش عارف. رياضة، والسؤال هو ما هو أول فريق إنجليزي جمع بين كأس الاتحاد وكأس الرابطة في موسم واحد؟ مش هقول ولا معلومة عن السؤال ده لجامعتين. شادي، لو إجابتك صح ألف مبروك إلى دور الثمانية، لو إجابتك غلط جامعة حورس عندكم إجابة؟ لا مش عارفين، هتخمنوا. تمام شادي، إجابتك أرسنال. إلى دور الثمانية، إجابة صحيحة. جامعة حورس، هارد لوك على آخر سؤال، وسؤال ما كانش سهل، كان سؤال صعب وما كانش فيه أي معلومة. هارد لوك لجامعة حورس، هارد لوك. المباراة زي ما أنا قلت انتهت مع آخر سؤال، انتوا متعادلين في كل حاجه. والسؤال الاخير كان ليه علاقه بعجله الحظ، كان ممكن سؤال يجي ما يتجاوبش وانتوا اللي تجاوبوه، عشان كده هو في الاخر بيور لك، بيور لك. جامعه طنطا حظكم حلو، مش هقدر اقول ادائكم حلو، الاداء زي بعض، احنا متعادلين. الاداء بالظبط كده، الاداء زي بعض بالظبط، هو الحظ اللي خدمكم في السؤال الاخير، وانك سمعت كلام عبد الله. أنا المرة اللي فاتت ما سمعتش كلامه وخسرنا 20 نقطة، المرة دي أنا ماشي معانا. فكرت. جامعة حورس للأسف الشديد هنفتقدكم في دور الثمانية. أفضل لاعب في ماتش النهاردة محمد شادي ب60 نقطة. طبعًا مش محتاجين نقول ترتيب المجموعة الثالثة، ولكن هنقدر نقول إن جامعة السويس وجامعة طنطا إلى دور الثمانية، وحنستنى مباراة جامعة السويس مع مصر التكنولوجية علشان نعرف مين أول المجموعة ومين تاني المجموعة.